والسلام. صح. نعم في قناة الحريقة موجودة. الناس تعمل شيء عشان تعمل حاجة تكمل إصلاحها. ليه ما تعمل قناة نفس القناة دي عشان كلامك صح. كلامك صح. كلامك صح. الحريقة الآن موجودة على الناس وأنا قاعد أتابعها. حقيقة ديتها. حقيقة ديتها. ما الحريقة اللي هي القناة الموجودة الموقع في نعم. كويس. أنا أول يوم أصلي هنا. نعم. وجيت مخصوص عشان أصلي هنا. ما شاء الله. كويس. جزاك الله خير. انت انا بديت بابوي زول انصاري صعب جدا. وقامت مشكله كبيره جدا بسبب سؤال واحد اختلاف المهدي المنتظر وما منتظر. انا قعدت مع ابوي قلت له الراجل اللي رد عليه الكلام ده كلام قال الرسول. كويس؟ انت اذا انكرت الكلام ده معاه انكرت كلام الرسول ما لك منه. انت ابوي امرك بنفسك ما لك مع نفسك ثاني. المهم الناس دي كبرنا عليهم. لما صبرتها الناس الدول اليوم صبر ومشى. الان احنا دايرين القناه دي ليه؟ لغايه الشوط ده يفرطح. القناه دي تكون ناس تعمل شيء تعمل القناه، القناه ده مفتوح. نعم صحيح. وفين وسوريا وفين وعمل صحيح. كلام زي ده. ان شاء الله. احنا ما دايرينه هنا بس. نعم. نعم. اقتراح اخونا اقتراح طيب جدا جدا. والرجل ده ملا الاعلام ومرا السودان كله باطل يا جماعه. وشبهاته دي هينه جدا الرد عليها. لكن احنا ما لاقين شنو؟ زي ما قال الاخ ما لاقين نفس المساحه اللي هو لاقيها. انما حيلتنا هو المساجد والحلقات بتاعتنا بالسوق العربي وغيره وغيره تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن ده ما يمنع انه نايد كلامك والناس تجمع تبرعات وتعمل قناة أو قنوات تكون متخصصة بمحاربة الشرك والمشركين. لأنه في ناس الآن عندنا إحنا كنا معهم زمان أنصار السنة مركز العام وأنصار السنة الإصلاح قدوم قنوات عندهم قناة اسمها الاستجابة في التلفزيون وقناة ثانية اسمها نور وعندهم إذاعة وعندهم قناة اسمها البصيرة أظنها ثلاثة. المهم قنوات وإذاعات في التلفزيون وفي الراديو وعندهم مجلة اسمها الاستجابة. آخر حاجة عملوها قالوا عاملين دعاية عن الشيبس شيبسي بالشطة شيبسي بالفلفل الحار. والله العظيم جد اتخيل ديل الناس اللي انت ذاتك قد تكون قاتلت من أجلهم خلاص صار سنة وغيره شيبسي بالشطة وشيبسي بالفلفل الحار والكاتشوب. هسه ديل أصلا احنا لو كان عندنا سلطة بنجيب الفلفل الحار ده والله العظيم جد ناخدته لهم جوا اثنينهم ذاته. لأنه ما ممكن زول بيقول غير الله بيخلي. آخر فتوى له قال بيجوز الطواف بالجباب والأضرحة ده محمد المنتصر اللي زرق في التلفزيون. قال إذا كان أنت معتقد ما للقبة لكن طفت بها بيجوز. ده كيف ده؟ طيب ما تطوف بالحمام تطوف إذا أنت أصلا طفت بالقبة تكون ما معتقد كيف يعني؟ زول جا من البيت وحدين جايين من الجيلي راكبين لحد الشيكينيبة وقلع وبياكل في الطريق وسايق معاه مرته وشوفها وعياله ونزل وطاف بالقبه يكون ما قاصد كيف يعني؟ زول ده بليد ولا شنو؟ عرفت كلامي؟ ديل عندهم قناه برضه في يومتها في جامعه الخرطوم في احدى الجامعات مرسلين لنا الوثيقه حقت انصار السنه عاملين برنامج بتاع نفخ الهمبوكه جايبين خمسه اولاد كل واحد ماسك همبوكه خمسه ده دينا صح؟ وده شغال بيقول غير الله بيخلق وديل بينفخوا في الهمبوكه ويعملوا دعايه لشيبسي بالشطه. محاضره اسمها عالم الحب. ديل صار شو؟ جاتهم قروش وملايين الريالات من السعوديه بالمناسبه. باجسير ده باجسير ده بتاع كليه جبره ده الحزبي ده قال لي ما تتكلم في انصار السنه قال لي انا كده.
عشان ما يقول شخص يقول لك ده ما عنده باطل، ده كله باطل. قال لي ما تتكلم يا نصارى السنة، لأنه المركز العام الملك رسل لهم السعودي 10 مليون ريال، ولذاك الإصلاح ده كلام باكسير ما كلامي مسجل. قالوا ناس الإصلاح رسلوا لهم 5 مليون ريال ودوهم عربية قروش زي دي. قال بعد تتكلموا فيهم قدام العامة، ده هذا المجرم اللي اسمه باكسير، هيل ده اللي شيوخهم ودكاترتهم خلاص. فالناس زي ذاتهم بقى يعاونوا، بل بقى يكرموا الصوفية في المركز العام، كرموا ود الصايم ديما، وكرموا شيخ مرشد الطريقة السمانية، وقال إسماعيل عثمان لقد درجت الجماعة على دعوتهم إلى المركز العام، ده اللي انت بتحاربهم وعاديت أبوك من أجله الصوفية، ودرجت الجماعة جماعة أنصار السنة على دعوتهم إلى مباني المركز العام مرارا وتكرارا. ودكتور خالد قاعد دكتور في العقيدة تهبشه، يقول لك أنا زكاني الفوزان، زكاك عارفك بتسوي كده، فوزان لو عرفك بتسوي كده كان أداك شلوت في راسك، عرفت كلامي. ودكتور خالد ده شنو؟ دكتور خالد ده عضو من أعضاء المركز العام، وديل اللي بيساعدوا في تعيين رئيس المركز العام ذاته، زي مجلس الشيوخ هناك في أمريكا. أنا أقرب لك الفهم، يعني ديل فوق الرئيس ذاته. تقالوا زول فردي ساكت، كرموا الصوفية، أدوا كتاب الله المصحف الشريف، أدوا له واحد كافر الدبلوماسي الأمريكي، واحد من القائم بالأعمال الأمريكي، أدوا المصحف كلام الله جد أدوا له، وده حرام كما ذكر الإمام النووي في كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم من الحجاج. واستدل الفقهاء على حرمة إعطاء المصحف للكافر المشرك بقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. أما الرد على شبهة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري كتب إلى هرقل عظيم الروم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، رد على النووي قال يجوز أن تكتب آية واحدة أو آيتين أو هكذا في ورقة ما المصحف وتعطى للكافر ليسلم، ولكن حرام أن يعطى الكافر المصحف إجماعا. ديل دكاترة يعني صار سنة. هسه كلامي أنا ما أقدر أقوله مثل أنصار السنة، أجي أتكلم عن محمد المنتصر الإزيري، أجي أتكلم عنه أول زول بيستحضر لا صوفي لا سماني لا أنصار مهدي، أنصار سنة أول زول بيستحضر. وحصلت لنا في برانكو، مشينا مسجد جمعية الكتاب والسنة، لأنه الختمية جو عملوا غزوة بالعكاكيز، جلدوا ناس الجمعية بعد صلاة الصبح، غزوة صباحية، ركبنا حفلات قلنا ننصرهم، وده لسه ما كنا عارفين انهم ضالين مره واحد. ناس الجمعيه اجرنا بص الوالده نص كبير كده ومعاه عربات كم، مشينا هناك نزلنا في مسجدهم قلنا لهم داري يتكلم عن الختميه، قالوا لا هذه الكيف بس يا اخي. اذا كان اللي بيحاربوا الدعوه الناس اللي بيسموا نفسهم زورا وبهتانا انهم سلفيين وانهم انصار سنه وانهم جمعيه كتاب وسنه وانهم صفوجيه وانهم سلفيين، ديل هم الان اللي بيحاربوا الدعوه، بيقول انا حائط صد بين الصوفيه بينه وبين الصوفيه. عشان كده احنا قاعد نجلد انصار السنه ده في اي محل، لانه الناس ديل بيقول لنا خوازيق كبار، بل احيانا الحلقه حقتنا يمشي ينادوا لنا ناس الامن يقول لهم وقفوا الحلقه، ديل انصار السنه المحمديه كما فعل محمد مصطفى عبد القادر ومحمود ادروب وغيره من المجرمين والضالين والمبتدعه في حلقه 17 ام درمان. تاع الامن ذات الضابط هو قال كده بشهود قال الفتح فيكم بلاغ عشان يوقفوا حلقه 17 ام درمان محمد مصطفى عبد القادر ومحمود ادروب. تي الناس عندهم دخول لهنا وبياكلوا اموال السعوديه وبتجيهم مرتبات من هناك من السعوديه ياكلوها في بطنهم. السعوديين قايلين انهم شغالين توحيد وهم اول الناس اللي بيحاربوا التوحيد ودعاة التوحيد ويقفوا في الصف دعاة الشرك، بل يكرموهم يعزموا الصائم ديما غدا في المركز العام، تبا له وتبا لناس المركز العام وللاكل الاكل وصائم ديما ذاته خلاص. ده الحاصل حيرونا ذاته في راسنا ده فوق. الله اداهم غنوات شغالين اناشيد، شاي الصباح لاي لاي، شاي الصباح لاي لاي، وداك شغال ابن تيميه مشبه، ابن تيميه مجسم، محمد بن عبد الوهاب يهودي في التلفزيون،
ودول شغالين شبسي والشطة والفلفل الحار. والله يا أمري غريب. فدعوة أخونا ده ما ترفضوها، الناس تجمع تبرعات عند بعض الإخوة، عملوا قناة. فضل يا عم محمد اختم لنا إن شاء الله. فضل.